معانا معالي سياده اللواء فاروق المقرحي. السلام عليكم سياده اللواء. اهلا يا دكتور رمضان، تحياتي لك ولضيوفك ولمعدي برنامجك. اسعدتني وشرفتني باتصال معاليك سياده اللواء. تركيا والسعوديه وبعض الدول العربيه تؤيد ضربه العدوان الثلاثي على سوريا، ما تفسير حضرتك لهذا الامر؟ لا، كل له اهدافه وكل له اغراضه. يعني تركيا طبعا بتنوب عن اسرائيل وبتنوب عن ايران في ذات الوقت في هذا، لان تركيا ترتبط بايران وترتبط باسرائيل، فهي بتمثل دول في ان هي توافق على ضربة سوريا، لان خروج سوريا من المعادلة زي خروج العراق، يبقى خلاص ما فاضلش قدامهم غير مصر. دي بالنسبة لتركيا. طب سيادة اللواء معلش المقاطعة، اسف للمقاطعة، احنا كنا نعرف ان ايران مع سوريا. لا، ما هي المصالح بتتصالح. تمام يعني تمام. ايران لها مصالح مع سوريا ولها مصالح مع روسيا، وفي ذات الوقت لها مصالح مع تركيا. يعني اللعبة ماشية دول، ده في كده تركيا بتلعب مع كل الاطراف، بتلعب مع ايران، بتلعب مع قطر. تمام. موجودين في قطر. تمام. يعني تركيا موجودة في قطر وإيران موجودة في قطر، يعني لازم تشوف مصالحها فين وهي بتلعب عليها. تمام. إنما تركيا بتنوب عن إسرائيل، دي قولا واحدا. تركيا تنوب عن إسرائيل سيادة اللواء؟ أيوة، بتنوب عن إسرائيل في هذه المعركة قولا واحدا. ليه؟ لأن إسرائيل كانت بتنوب عن كانت بتساعد العراق، كانت بتساعد ايران ضد تركيا، ضد العراق. تمام. لما كانت حرب العراق وايران، كانت اسرائيل بتساعد ايران ضد العراق.